ونروح للحاج سمير موسى رئيس نادي الزرقاء، ومن الشخصيات الحقيقه المحترمه جدا، وبقاله المهندس فرج عامل بيشكر فيك بقاله ربع ساعه. حاج سمير مساء الخير. حاج سمير ايوه الشيف، ازاي حضرتك؟ وحشني. انت اللي وحشنا والله. يعني اقول عمده الدمياط تاني زي ما بقول على طول كده ان شاء الله. حبيبي يا عم سمير، حبيبي انت اللي عمده منور دمياط. ومعاك حبيب قلبي اللي منور. ده حضرتك يا سيادة القائد، يا سيادة النائب الجميل. انا لسه يا باشمهندس، كنت انت بحكي على تشرف قيادتك. اللجنة، اشكرك، كنت بحكي على تشرف اللجنة. وعلى فكرة انت دخولك للرئاسة، انا فضلت ان انا ما اترشحش، لاني كنت فاكر كنت مرتب ادخل الوكاله، فوجودك حل مكاني في الوكاله والرئاسه بشخصك وروحك الكبيره. ويعني الحمد لله ان انا نجحت بنجاحك اللي هو كان باكتساح، لان انا كنت اعلن علني ان انا مع الباشمهندس فرج عامر لصالح مصر. راجل اعمال وشخصيه رضيه بيجمع بين الاستثمار والإدارة، وهي دي الرياضة النهاردة. يا سمير بيه، ده حضرتك أولا أخويا العزيز والشخصية الجميلة المحببة إلى قلبي وقلب كل الناس. لا ده في موقف أنا وبعدين لازم، حاجة تانية عايز أقوله لحضرتك. لا ده في موقف لازم يا سمير أحكي لحضرتك الأول. عمل إعجاز، أنا رحت معاه أول ما نجح، وبعدين ده حبيبي من زمان جدا. لما أحكي لحضرتك، وبعدين بينا قصص جميلة وحكايات جميلة. لا ده في قصة مهمة لازم أحكيها لحضرتك الأول. وراجل مكافح من الطراز الأول. لا من الطراز الأول ده راح، دي واحدة عم سمير. راح كنا قاعدين في مرة في ميعاد في حتة حكومية يعني، وقعدنا مع حد بدون ذكر أسامي يرغب في النزول في اللجنة، وكان حاج سمير قاعد معايا، وكان معانا مجموعة ناس. فقلت له حاج سمير، يعني الناس اللي رايح اللي قاعدة بتقول لأي حد طبعا إن شاء الله بالتوفيق مش عارف. لا هو راجل واضح، فرد هو واضح على طول وقال أنا صوتي مع، يعني لا صح، احنا هندي المهندس فرج. هو راجل واضح وشخصية جميلة طبعا، هو بيحترم كل الناس، بس طبعا أنا بيني وبينه علاقة يعني من زمان، وبعدين أنا من المحبين له جدا. ليه؟ لأن هو صنع نادي من ولا حاجة. يعني الناس عماله تقول انت عملت سموحه، عملت سموحه، لا اللي اتعمل في الزرقاء قسما بالله بالمقاييس بتاعت الزرقاء مقارنه بسموحه اضعاف ما عمل. الحاجه الثانيه بقى، في بقى صديق مشترك بيني وبينه، الدكتور ميمي عبد الرازق، اخف دمه في مصر، واخد بالك، مدرب وتعلم على ايدين سمير بيه موسى، لان سمير بيه قائد رئيس النادي ومدرب والمدير الفني. ايوه، فميمي عبد الرازق اتعلم على ايديه. فميمي عبد الرازق دائما دائما يحكي اجمل الحكايات واجمل القصص والكفاح المشرف من سمير بيه موسى. سمير قال لك على اللوبيا والرز يا باشمهندس. نعم نعم، قال لك على اللوبيا. قال لي على اللوبيا. ما هو بيكلم سيادتك قدامي ويقول لي، ويقول لك نفسي اجي اكل اللوبيا يا كابتن سمير. طبعا مش قادر، احنا عايزين ناكل، احنا عايزين نيجي عندك ناكل اللوبيا مع سيبي. انت تشرف، وانا بعتبر والله وجودك رئيس اللجنه طبعا. لا العفو، ده حضرتك اكبر نجاح مع احترام كل المترشحين طبعا، اكبر نجاح ونجاح كبير للجنه. العفو وليا شخصيا، وانا ان شاء الله واثق انك هتطرح كل الموضوعات على كل المجموعه طبعا، اللي هي مجموعه انا بعتبرها اقوى مجموعه جت في حصلت مصر. حصلت لجنه شباب بصراحه طبعا. الواحد يقرا اسمي بصراحه مفخره، حاجه تشرف مصر، تشرف مصر. دلوقتي احنا على مستوى وفكر وما شاء الله بعد الانتخابات يا كاب سيف. ضحكنا، تحس انك في حفله دي اهم حاجه، رغم المنافسه الكبيره. صحيح، 11 واحد للوكاله صح. دلوقتي انا اربعه للرئاسه مظبوط، وثلاثه لاباد السر، حاجه يعني مستوى عالي من الديمقراطيه. والحمد لله ربنا وفقنا واتدارت الجلسه بنجاح بفضل الله سياده النائب سمير موسى اللي عند الناس المحترمين، وختمها بصراحة ختام جميل صح. الحمد لله، وإن شاء الله أنا بأكد تفاؤلي بوجود الباشمهندس، وإحنا كلنا مع بعض إيد واحدة يا سمير بيه، كلنا كلنا هنعمل إيه، قوتنا في اتحادنا. عم سمير أنا زعلان منك. ليه يا جميل؟ عم أنت قلت لي هتعمل غدا أو هتعمل عشاء كويس، وتعزم أندية دمياط وتعزمنا، من ساعة ما نجحت ده ما حصلش. عايز تخليها أعملها أنا، ماشي مش مشكلة. عم سمير أيوه جميل معاك، عايز اعملها انا ماشي، عايز تعملها انت في الزرقاء ماشي. انا هقبض جمعيه 1/6، ما تقلقش. اعمل ايه؟ في جمعيه هقبضها 1/6. لا جمعيه ايه؟ لا ده انت ابو الكرم. لا انت تشرف، وانت مثل اعلى لدمياط. ربنا يخليك يا عم سمير، ربنا يكرمك. وانت تشرفنا واتنورنا،
ويعني حته زايده شويه كده. انا شايف الاهلي والزمالك بيحطوا ايدهم في ايد بعض، يا ريت بس يبقى على طول. انا لو حطوا ايدهم في ايد بعض يعني بيتهيألي الكره المصريه مع لجنه الشباب مع الناس الحلوين طبعا هيبقى فيه شغل جاي ان شاء الله كويس يفيد مصر باذن الله. ان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق يا عم سمير. الدعوه مفتوحه، والباشمهندس فرج عامر بلجنه الشباب يبقى فيها ان شاء الله. ان شاء الله ويبقى حاجه. بس انت ما دعيتنيش يا سمير بيه، ما دعيتنيش. بص يعني انت يعني هتعمل جمعيه وتلم الفلوس وتعمل دعوه لسيف لكابتن سيف، وانا على اللوبيا انا والدكتور مجدي عبد الرازق. لا ماشي، لو جبت الكابتن نيمه هيبقى في لوبيا. ماشي تحت امرك. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله عم سمير، وبشكرك شكرا جزيلا. انا سعيد بالاتصال ده وبالكلمه دي، تشرف لي. لان يعني راجل جميل، راجل جميل محترم وراجل تفرح يا ريس. ربنا يخليك، بشكرك شكرا جزيلا عم حاج سمير موسى رئيس هيئه الزلقه العضو البرلماني طبعا.